الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، هو أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. الحلقة حلقة رقم 134، كفال 134 الذي بغزوة خيبر، الذي تهري حلقة خاصة بغزوة خيبر. وفي محرم سنة 7 من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وجاء من تخلف عن الحديبية ليؤذن له، فنادى في الناس أن لا يخرجوا معه إلا رغبة في الجهاد، أما الغنيمة فلا يعطى لهم منها شيء. فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400، واستعمل على المدينة سباح بن عرفطة الغفاري. ثم سلك الجادة المعروفة الموصلة إلى خيبر، حتى إذا كان في منتصف الطريق تقريبا اختار طريقا آخر يوصله إلى خيبر من جهة الشام، ليحول بينهم وبين فرارهم إلى الشام. وبات الليلة الأخيرة قريبا من خيبر ولم تشعر به اليهود، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، ثم ركب وهو والمسلمون متجهين إلى مساكن خيبر. أما اليهود فقد خرجوا بمساحيهم ومكاراتهم ليعملوا في أرضهم وهم لا يعلمون. فلما رأوا الجيش رجعوا هاربين، يقولون محمد، والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وخيبر على بعد 171 كيلومتر شمالي المدينة، وكانت مساكنها مقسمة إلى 3 أشطر: النطاط والكتيبة والشط. النطاط 3 حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معاذ، وحصن قلعة الزبير، والشط حسنان، حسن أبي وحسن النزار. والكتيبة 3 حسون: حسن القموس وقموس، وحسن الوطيح، وحسن السلالي. كان مقسم إلى 3: النطاط والكتيبة والشق، وكل واحد منهم اللي فيه 3 واللي فيه 2 حسن تقريبا. وكانت في خيبر حسون وقلاع أخرى صغيرة لم تكن تبلغ مبلغ هذه الحسون لقوته و المناعة. النبي صلى الله عليه وسلم دي بسنة لسابعيت من هجرة 7 سنة بنتو من مكة دي مدينة عندها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دي بشهر محرم، بس خيبر وجهها صلى الله عليه وسلم ولجماعة لدي بالحديبية لحضرام يعلو ما أو كلهم قل لشاركو دي بلا غزوة الله. النبي صلى الله عليه وسلم شرط كار دي بلا غزوة الله مسيلة لفقر قنيمة لحديني قنائم ألبون، بس مسيلة يقول جهاد لفقر جهاد انت بيلا لفقر انت كم كامل فقر بيلا صلى الله عليه وسلم. فمسلم لفقروا كلهم أصحاب الشجرة دي بكين دي بالحديبية تحت الشجرة، عثمان قايس انت انتو عثمان موتا انت بيلو يقول موت لبايعو، يقول السابات لبايعو، يقول الفلورو، ويقول القتال لبايعو 1400 نفر حلو وتوم فقروا مسنو. وديب المدير المنورة سباع بن عرفطة الغفاري يقولوا قلوا استخلف ولا حد قال يبقى خليفة قلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لهم فقرة وقبي الجادة السكرتين تبعت لا خيبر لا تبعت تحيبات أبطاء واندقيت على من قبات أريكم سلمة على قوي خي لا قبا قويكم سلمة على قوي خيارايا انجيهم فنقشام قبا قل سكين يلسكو كقبي قل الكبو قل كردنهم دميرة صلى الله عليه وسلم. وقروب من خيبر وقروب من خيبر ميا لكنكم زل مرحى ويهود شرع مبيع له وصبح مديركم زل أبحى عفشوا من دنس هو دباتاتو مبديلو مبيري وحياته حراسة وحياته شغل ونظافة كله يسكى مزارع ومسك على يقوم من دقيسو النبي صلى الله عليه وسلم كل أول ديش رو محمد محمد اللي بيلو وقيد بقيد ساسع وهربو. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كده النبي الله أكبر خيبر خربت. احنا كاحنا بنتكلم بقى يعني لسبحنا يوم او وحاتهم او تبعاتهم تاكي
خدم لا تنزار لنا أسام نزارهم بنزار لي يعني أو بقى خدم لا نزار نمحى كاو مجال لا كاو وقت لا كاو وبدأ ينسى بحثوا تأكي هنا بحنا بود أو حدود أكي بيلا النبي صلى الله عليه وسلم بيلا إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. والحصولنا يوم الثلاثاء كان بسم العرب بينا حتى الا النقاد الاولى والكتيبه والشق والا النقاد ثلاث حصون على وديبا حسن ناعم وحسن مصعب بن معاذ وحسن قلعه الزبير على والثالث والثالث كان اي الشق كل واحد حسن يطلع على ديبو حسن ناعم ابي وحسن ناعم وراء النزار بولو زلي وما الكتيبه ثلاث حصون على وديبا حسن القاموس بولو وحسن الوطيح وحسن السلالم وديب خيبر بعدها من حصون بعد عرض حصون مثل حوزكم مثل دفاعاتكم مثل أبياتكم مثل أكار حماية لبديبا وحاجاتهم للعطو ديبا اللي تا حاجات للتأكوة ديبا ولا للحفظة ديبا قلاع وحصون واللي وادو حلو وديب اللي حياتنا ولا إيش لحد سلم أقلم يعني مقدارنا اللي بنا إلا عبيد بعد أكثر من حسابات من ديكوني إن بدل لأن ذكرنا ما حسون بعدد وأنحوس بعدد وقلاع بعدد وبعات وأدبر وأكانات وعند رصبة وعند أصنواع العدد كمان بلها على هذا أول شيء النطعة لفتح حو وحقوها فتح الشق لنا النطعة دي بنت هذا الا النبي صلى الله عليه وسلم قربنا نايا بات جهه الشرق لنايا بات جهه لا نغاب حاي بس جهه النبي صلى الله عليه وسلم تحضر وبتكرر ومن كان بحساب الأمة تدبهم واول حسن اللي حسن ناعم اللي بيقولوا لو ما توقع حرروا مسلمين وحقوه كمان ويهود يعني يدافع على وقتال على حصل ديبا لكن ربو وفق يوم و لقائد لنا يوم قرو بطل منا نايا يهود ارحب مرحب لبول الله تعالى ويعني الف ناس لتقيم ناس على فارس فمعركتكم صلح سدد النبي صلى الله عليه وسلم والاصحاب وبشرهم وفتح ربك فتح له تحقناته باليوم وفهم قح مدركم صلح ارحا ان شاء الله الى رايد ناس ربي والنبي صلى الله عليه وسلم نفديو وتو ربي والنبي لفت ناس يقولوا له بات بيليوم لا المهاجرين والانصار كلهم نتعقب على قرود كان يتمنى انا تقبي من تقبي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كم سر الزكي وكفانقه لا راية الا يقول ناس ربي لفتي والنبي لفتي والنبي لفتي ورب لفتي يقولوا له بات بيلا قرود كان تقول لك بارح الدعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعطينا الراية قدم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات المهاجرون والانصار كلهم يتمنى ان يعطاها فلما اصبح قال اين علي مدرك جوحاتكم مثل ما قلت مدرك ثلاث ارحام على اياه النبي لو علي يعني انت تشوي على ان لقات طالك انت تشك هل النبي لو لا كو بيراكم سلا كو النبي صلى الله عليه وسلم انت انت ارفع له ما صحيح يقول وعنده حياه الحمد لله انت حياكم سلا حتى لا يقاكم سلا ما وداعي ما طيب ولا راي السلام ايو النبي صلى الله عليه وسلم ووصي بيديو اللهم سب دعيهم أولم دي الإسلام دعيهم قبله وقل كم من قبي سني قبله وكم من قبي أقوه ترى قتال دي قاتل لهم أولم أسلموا بالله أسلموا من قبله أسلامتهم من قبله سارم وكم من قبي دمنوا بيدي صلى الله عليه وسلم لا يهود هيني لا 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 جنيتهم ولا أنصهم إتا حسن لك هالي من كينا من الله ومزمينكم سمع عصرهم عمرهم لا لكن اتحربوهم كين انحو كجاهزين ان دونتون وقل ندت كم كمون ندت طبعا طبعا وقل القتال انحوهم و دي بلا وكدلا القتال في انقيفهم حاصلة واللي مرحب اللي بقولوا له خالص لنا يوم قل المبارزة قل المصارعات قل قدلا وجه بوجه قل المواجهات قل القلبة وقل ابيات ناشئر بيلا ومن ابيات قل بيلا يا بيلا قد علمت خيبر اني مرحب شاك السلاح بطل مجرم إذا الحروب أقبلت تلهب فبرز له عامر بن الأكوع هو يقول لعامر بن الأكوع زهر قلوه ثم على قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مقامر
هلا بيريكم صدر الدليبو فاحد دقطو اتوم هيك هي دقطع فاللي ارحب بسير لنا اي وقت قد ترس وعنا بترسنا عامر وعامر يعني اقول لها سير بلنسا جيسا ونساق لنا اي هودي دبطا وكان وسيرنا يحجر على ويبعد حيدي بو ولسبت الأباء عامر شوية يعني دربتو دبطت وحر استشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيلا إن له لأجرين إن له إنه لجاهد مجاهدة قال عربي مشى بها أي بالأرض مثله يعني سن جاهد سن قاتل وإلى عملكم سألك برز هذا حقه أما مرحب فقد برز له علي وهو التجيز هذا يعني علي ظهر أبوه قال له مرحب وعلي بن أبي طالب بيلا أنا الذي سمتني أمي حيدرة كالاتقابات كريه المنظرة وفيهم بالساعي كير السندرة علي بن أبي طالب بالله بيلا أنا أسد أنا مياسد سميت النبيلا أنا واتقابات أنا ولا كمسل هي بيليو أبدديبو ولا لدبات حتى لدبتهم بل السبيلا ورأس الدبطاء قال لي مرحبا بقولو طوال وقتين موتا أقو ياسر وياسر الولحو برضو قال أرحبا تفاقرا واللي ما هي يعني زبير بن عوام فاقرا بلو كرحوا تعريو ولا قتال بلا استمر قتال شديد فنجا يهود فنجا المسلمين و مرة قتال حصل ومعركات حصلت أقل معركات إلا قتال شديد من تعيد من قاتل انكشفوا اليهود مرة معركتهم انكشفوا وتهزموا وهربوا والمسلمين تابعوا مسك الحسنة كعيد ولا أدو ودي بدأ وكذا إلا ربوا فقيا مسلمين كبدوا حقنا ركبوا يعني من بريد والسلاح والتمر ولا ركبوا كأوائل باهم يعني لحسنة كعيد لدراوز الله حسنة صعب اللي حاولوا اللي هم نصلص حسون كلهم دي بنات على الله تمر لهم اللي حسن اللي ما هي نحاسروا واللي حساب اللي نعيل حسننا كنعيل نعيل حسننا الصعب لقائد نعيل مسلمين دي بلا قباب الحباب المنذر على وثلاث يوم حاسري دي بلا كان نفرد وصار سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقى تدعى وقنيمة ومسلمين حق الله اجتمعوا وطوالي انتداب نعيل مبارزة ونعيل قتال ودو مبارزة وقتال حسنة ومعركة معركة عنيفة معركة قتال لو بدي واحدة دي بلا كان كمان سكما مدر الأمل سوط حي ودب وانتصروا ودي بلا كان برضو قناة إمك وأنا بري وخير بدوح وحواسس يعشي بدوح ركبوا ويعني أعزم قناة إمك بلا كان المسلمين لركبوا من يعني وتم مرة المسلمين سفروا يا معلو والحباء معلو سكما أدوك حاردوا والأدوك اللي حاردوا واللي بالعور حد علو وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يوم كالجدور لنا يوم كيف من أنت بل سوا وكف أوا هل أبن حوا كحوا كله ويبلع منه ولا يهود هنا خلاص بام صار استقلا حسننا أي حسن الزبير جيسو ولا مسلمين استريحوا من دقيسو من حسن بحسن من رفع قرام من هيدي بهيد من رفع قرام اللي شطنات الأول كل استرموا ثلاث يوم يعني وحصار فرضوا دي بام ومن الله حرد يعني وراء على منا يهود لا جدول لنا ما لنا يقولوا أدعى على ولا مسلمين جدول لدقوا من ما من ما يقصد العلا وقد عوا منه وفجروا ليهود تلهم القتال اللي قل لي دو وقل ثم لكن دي بلا كان أن هزموا دي بلا شق لي وحسن ناي أبي دي بيجسوا عليه كل اللي منه من ناس على صورنا أربعة الحصول إن كل من هذي اللي هي دفقرة مسلمين تحوتوا ذي بهم كاللي حسننا أول لأور الحسن كثلاث حسون مدي بحلو من لهم ثلاث يوم في برواو دي بحلقة تتمطي الشق دي بغني جيتو هذي نقع نبلا خلصة نقع الكتيبة ونقع الشق تارفلا ولا خلوصة مالينا إن شاء الله دي بحلقة تتمطي نقل 135 تاكونا لباقي الحسون كفت فتحت كل أقلان أتمنى خواتي وترخيص معركتنا خيبر ندخلتنا قد وزارة الرقاعة لباقي النيجيشتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.